التكوينية لفائدة فلاحي سيدي بوزيد حول الاستثمار الفلاحي، دورة تعمل على تنمية قدرات الفلاح ليضفي قيمة مضافة على منتوجه ومعرفة مراحل تسويقه. تنفيذا لمشروع النهوض بالفلاحة المستدامة والتنمية الريفية وبالشراكة بين وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ووكالة التعاون الألمانية، تم تنظيم دورة تكوينية بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد لفائدة عدد من فلاحي الجهة لتعريفهم بالمنهجية السليمة في الاستثمار الفلاحي. الدورة هذه جات باش تنمي قدرات الفلاح باش يضفي قيمة مضافة على المنتوج نتاعو ويبيع معناها يربح أكثر فلوس. دابور أناليزي لا سيتواسيون أكتويل سواء بيرسونيل سواء إيكونومي. في البداية نحلل الوضع الحالي الشخصي والاقتصادي، والخطوة الثانية هي استشراف المستقبل، وبين الاثنين ثمة طريق لكل واحد، كيف نصل إلى هذا المستقبل وكيف ننجح هذا الاستغلال. مشروع تكوين الفلاحين سوف يتم تعميمه في وقت لاحق بكافة معتمديات ولاية سيدي بوزيد. عملت خارطة في مخي اللي نايا منين نبدأ في مشروعي، شنو المراحل اللي نمر بها وكيفاش تكون النتيجة نتاعو إن شاء الله. عام الزيتون يجيني مش والد، نزرع فيه طماطم، نزرع فيه دلاع، باش هاك الزيتون هذاك ينهض بأنقص تكلفة. قطاع الفلاحي يعد الشريان الرئيسي للاقتصاد بولاية سيدي بوزيد، وتوفير الأرضية الملائمة للتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع سيساهم في دفع عجلة التنمية بالجهة.